والآن نسمع خاشعين منصتين إلى فضيلة القارئ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم العربي. أكررها ولا أبالغ فيها ولا أقارن.
بين جنبيه القرآن وبلغه أعظم تبليغ حتى أنه قاد على حب الناس وتقدير الناس، ولجنة التحكيم تقول أنه الأول على العالم كله في حملة القرآن. أو سعيا أو تحفيظا
البعث بيخدم عليهم الله لا يذله بل يجعله في معية اهل القرآن يوم اكبر. ان خدمة اهل القرآن شرف وان خدمة اهل القرآن رفع. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولا املك الا ان اقول الحمد لله الذي جعل رزقنا في طاعة الله. وان هناك قلوبا قد سخرها الله تبارك وتعالى لحب اهل القرآن ولخدمة اهل القرآن. فشيء جميل ان اجد ان الذي قام على هذا الحفل وتشييده وتنظيمه رجل قبل ان يكون شخصية عامة فهو حبيب اهل القرآن ومحب للقرآن الاستاذ رمضان الزين. إذا كان الحال
الحاضرون قد ظهر عليهم الفرح والسرور أن أخي الأستاذ زيد يقول أننا نحاول أن ندخل الشيخ خالد حنفي الإذاعة، فإنني لا أعتبر ذلك شرفا للشيخ خالد، إنما أعتبره شرفا للإذاعة المصرية أن ينضم إليها الشيخ خالد. Yeah.
Thank you.
Oh!
Thank you.
Oh,
الله.